السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، هذا الفيديو ديال اليوم درت لتلبية طلب بعض المشاهدات طريقة استعمال الميكروسوفت وورد. ميكروسوفت وورد هو واحد لوجيسيال ديال الخدمة دي تكست، كنستعملوه إلى بغينا نكتبو دي تكست ولا نرسمو دي تابلو. نوريكم الطريقة ديال الاستعمال ديالو. إذن باش ندخلو ليه كنمشيو لهذا البوتون ديماري، نوركو عليه ونمشيو تو لي بروغرام. ابخي غنقلبو على مايكروسوفت اوفيس. مايكروسوفت اوفيس فيه كاع هاد لي لوجيسيو. عندنا مايكروسوفت اوفيس اكسس، اكسل، وورد، باوربوينت. غندخلو حنايا للوورد. اذا اول حاجه غنوريكم كيفاش نديرو لونكادغومون ديال لاباج. للاشاره هاد البلاصه كتسمى لاباغ دوتيل. كنمشيو لهاد لافليش باش نديرو لونكادغومون ديال لا باج. غنمشيو للبوردور اترام ونكليكيو على بوردور دو باج. غنختارو اي اونكادغومون بغينا وكنديرو اوكي. اذا ها هي لا باج كلها اونكادغات. دوزيامون غنوريكم كيفاش غنرسمو ان كاري ولا تريونغل اي حاجه ونديرو وسط منو اون فوتو. اذا غنمشيو هنا لانسيرسيون. عندنا هنايا الفوق عندنا اكوي انسيرسيون ميز اون باج. حنا ندخلو لانسيرسيون، غنمشيو للفورم وناخدو مثلا هاد لو ريكتانغل بحال هكا. نكليك عليه دو فوا ونمشيو لغومبليساج دو فورم. هاهي عندنا هنايا الفوق غومبليساج دو فورم، نكليك عليها وندير ايماج. هاهي يدخل لنا اي بلاصه بغينا ناخدو منها. غناخد انا بيرو، عندي فيه واحد لا فوتو مثلا هاد لا ميزون. ها هي ولات عندنا هنايا، غنكبروها. فوالا الطريقه باش نرسمو ان طابلو. غنمشيو نيت الانسيرسيون، كاينه الفوق انسيرسيون، وناخدو طابلو. كاينه جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هي اما غناخدو شحال من كولون بغينا وشحال من لين بحال هكا، تنبطو شحال ما بغينا وكيترسم بوحدو. يا اما كاين طريقه اخرى، غنديرو نيت انسيرسيون وغنمشيو لهادي ديسيني ان طابلو كنرسموه بوحدنا بلا سوري بحال هكا، وكنشوفو شحال بغينا من كولون وشحال بغينا من لين. الطريقه الثالثه لرسم جدول، كاينين ثلاثه ديال الطرق. غندخلو الانسيرسيون، ديسيني ان طابلو، كاين انسيري ان طابلو. تخرج لينا هاد لاباغ، كنختارو شحال من كولون بغينا وشحال من لين. مثلا بغيت 5 كولون و 2 لين، ها هو غيترسم لينا هنا 5 كولون 1 2 3 4 5 و 2 لين. مثلا في حاله اذا ما بغينا نمسحو اون كولون ولا شي لين، كنمشيو للفوق. عندنا لاكوم هنايا، ناخدو لاكوم ونمسحو شحال بغينا. ها هو كيتمسح. فوالا نمشيو للكلافي نكتبو اي حاجه بغينا. مثلا كلافي، او تكتب لنا في الطابلو. اذا هاد الكتبه اللي كتبنا بغينا نبدلو ليها لا كولور، كنسيليكسيونيوها كنطلعو الفوق البلاست اكوي وكناخدو لا تاي اللي بغينا. يا اما نوركو هاد لا فليش ونختارو لا تاي بغينا مثلا 24، ويا اما نمشيو هاد الاكبيره تنوركو لا كتكبر الكتبه ولا اصغيره باش نصغرو الكتبه. بالنسبه لا كولور ديال الكتبه ديالنا، تنمشيو لهاد ا اللي تحت منا هاد تري الروج وناخذو اي كولور بغينا. هيا كتبدل. فوالا مثلا بغينا نغلطو هاد الكتبه، غندخلو نكليكيو على كرا، هاهي غلاضت، ونسطرو عليها سولينيه. كاينه واحد اس تحت منها سطر
سوليني. هذه من جهة، من جهة أخرى بغينا نكتبو كتبة تكون كبيرة، مثلا أن تيتر، غنمشيو أنسيرسيون ونمشيو لهنايا، كاينة واحد أ كبيرة فيها وورد آخ، غنكليكيو على وورد آخ ونختارو أي شكل بغينا، مثلا هذا لي بلورونج، ونكتبو أي حاجة ونديرو أوكي. فوالا هيا ابياج دو تيكست باش نتحركو فيها كيما بغينا، ونمشيو لغابروشي غنهزوها فيما بغينا ونحطوها. نكبروه. اذا مايكروسوفت وورد سهل بزاف، نوريكم الطريقة ديال إلا بغينا نهزو شي كتبة ونكولوها في بلاصة أخرى، كتسمى كوبي كولي. نكتبو مثلا ميزون، فوالا نكبروها باش تبان مزيان. بغيت نهزها من هنا ونكولها هنايا، كندير بالبوطون دغوا ندير لها كوبي ونمشي لأي بلاصة بغيت وندير لها كولي. فوالا نبقى ندير كولي غتبقى تخدم ليا. وكاينه طريقة أخرى غير بالكلافي، كندير كونترول سي هي كوبي، وغنديرو كونترول في اللي هي كولي، كونترول في نفس الوقت كونترول في، هيا تكولات لينا هنايا. اذا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونتمنى نكون وصلت لكم الميساج. ميرسي، الى لقاء فيديو جديد ان شاء الله، ما تنساوش ديروا لايك.